يا اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله الناس الكل في خير ونعمه، ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله تتفرجوا في الفيديو وانتوما صحتكم لاباس، نفسيتكم لاباس، والضحكه على وجوهكم، والحمد لله على كل حال. اعطيكم اليوم في فيديو جديد كما العاده. اليوم مش نعملوا ديكور شتوي للصاله، باش نشوفوا هكا شويه مشتريات كيفاش نسقتها للبيت نتاعي الكل. دونك هكا باش نعملوا ريحه الشتاء ودفء الشتاء في البيوت نتاعنا. قبل هذيك الكل نقول لكم شكرا على التعليق الجميلة، شكرا على الحب المتبادل، وان شاء الله تلقاو في الفيديو هذايا فايدة تنفعكم وتضيف لكم في حياتكم. هيا بنا نبديو الفيديو ونشوفوا شنو المشتريات كيفاش باش تنسقها شادية، وان شاء الله تاخذوا فكرة، وكان حاجة عجبتكم خليو لي في لي كومنتير، وانا تحت الطلب نتاعكم نقول لكم منين وبقداش، وهكيكا تكون المنفعة لكم. كما تشوفوا فما دي كولور جدد، انا هكا قلقت شوية من الاصفر في الصالة، بدلت زيادة شوية في بيت الصغار، تعرفوا خدمة اليوتيوب يلزمها تجديد هكيكا باش تشد المشتركين، هذا سر من اسرار اليوتيوب. الحاسيلو ان شاء الله ديما هكا نكونوا مع بعضنا ونتوانسوا مع بعضنا وهكايا، وانا نغير ونحسن باش انتوما ديما تقعدوا معايا ونشوفوا التغيرات كيفاش تبدا. الشتاء بارد الحقيقه برشا برشا، واول حاجه بديت بها هو اني شريت البلايد هذوما البيت الصغار، شريتهم في لون الجريب باش يتمشيو لي مع اي ملاحف ومخادد نعملهم، دونك هكا يظهروا لي هكا يبداو مزيانين، اون بليس مبطنه. تو بعديك نعمل لكم زوم ونوريكم كيفاش عملتها. الدنيا بارده الحقيقه، حتى بالسخان هكا فروشيتهم نحس الصباح لي فما برد، دونك قلت لازم من الحاجات الشتويه ومن أهم الإضافات الشتوية اللي نعملها هو أني نغطي فروشات الأولاد هكيكا، سخطو حتى لأولادكم يتعرقوا في الليل ولا حاجة، مهم برشا الملحفة ولا الدرع يبدأ سخون. دونك شريت زوز، ماهمش غاليين الحقيقة، الكاليتي مزيانة برشا، أون بليس اللي مبطنين هكا، حبيت نعمل لهم إضافة. دونك الروتين هذايا عملته بعد ما كان فما روتين تنظيف، والحقيقة البنات لهنا راني ما عملتش لكم روتين التنظيف خاطر عملته برشا مرات، وتعرفوني انا من الناس اللي نحب نجدد في القناة، ونحب كي نعمل حاجة نعطيها قيمتها وانتم تستفيدوا. دونك قلت برشا مرات عملت معكم روتين التنظيف، اليوم نعملوا روتين الديكور. نعرف لي مش الناس الكل معناها باش تشري، اما انا راني معناها يلزمني باش نشري ويلزمني باش نبدل على خاطر اليوتيوب، كما تعرفوا كما تشوفوا انتوما القنوات اللي قاعدين يتفرجوا فيها من الناس هما اللي قاعدين يستغلوا يمكن ويربحوا من اليوتيوب ويوظفوه في اضافات لدارهم باش الناس تاخذ فكره، كيك سوا في الديكور كيك سوا في الزينه كيك سوا شنو طالع. انا العكس زهره، مش من فلوس اليوتيوب هذا ولا حتى فرانك، نزلت ما خلصتش ما يلزم هكايا باش تقعد تخدم في اليوتيوب هذا للناس اللي جاوا جدد. دونك كما شفتوا شريت هذوكم غطيت بهم الفروشيت متاع الصغار، وشريت هذايا التابوري هذايا زقابيلو البوف سميه كيما تسميه كل انسان كيفاش يسميه. دونك هذايا خاطر حسيت اللي الكرسي نتاعهم هذاك بعد يقعدوا يدوروا به وهما يحتاجوا مرات باش يقعدوا هكا على قدام الكمبيوتر ولا حاجه، وان بليس هذايا يجي بارتو. دونك لقيتو ماهوش غالي، كان تحبوا تنقول لكم منين وقداش اسمه قداه سمو، وهكا يجي الحقيقة ديبلاسابل معناه ينجم صغير يهزو في أي بلاصة ويحطو فين مكان ويقعد عليه. دونك وهذايا وأنا زادة من الحاجات حبيت نضيفها لهم في البيت متاعهم هو خريطة العالم، هذه شريتها وإن شاء الله باش نلوج فين نحطها، وبه برشا كي تلقاوك الخرائط متاع العالم جسم الإنسان راهم هذوكم كلهم قد ما يكونوا قدام عينين ولادكم يضيفوا ساعة جمالية للبيت، وان بليس يضيفوا زادة معلومات كيك سوا ليك انتي ولا للصغير. دونك انا جست راني حطيتها هوني حتى نشري اللصق اللي يتلصق، عرفتوا فما سكوتش يتلصق وما يخليش اثر، دونك هذاك باش نشريه وتو نعلقها لهم، ولا تنجموا تعلقوها له في تابلو كي من هكا، مي هي كبيرة بالكدي بالكدي، شوفوا حطيتها لهنا تحت التابلو ونوريكم قداشها كبيرة. دونك هكايا هذه هي
البيت كيفاش دونك، وشريت البرفان هذايا نتاع الامبيانتي، وحبيت هكا باش نغير شويه ونبدل شويه ونعطي روح جديده للدار، وان شاء الله تعجبكم. وهكايا كانت النتيجه. كيما تشوفوا هذه اول الحاجات اللي عملتها الشتاء، اول هكا دفء في ديارنا، تغيير هكا المود، تغيير الالوان. به برشا كي كل مره تعملوا حاجه كيما هكايا البنات وتقلبوا حتى ولا تشقلبوا. انا جوست خاطر هوني على هواي يلزمني نحطهم الفروشات هكاكا، سينو راني حتى بدلت تبدلوا هكا من اليمين لليسار، تعرفوا تعطي روح جديده للبيت، وتعطي هكا امبيونس جديده، وتعطي حتى باش واحد كي يقعد في الدار معناه ينجم يتقبل اكل القعده هذيك في الدار. كيما تشوفوا هكايا كان كل شيء، حاولت باش يكون الكولور هذايا في الفروشيت الزوز، ونسقهم بالاصفر بالفير بالبلو، هكاك يكون مزيان وكل شيء. وشوفوا الخريطه قداش بالحق تعطي هكا قيمه للبيت الصغار. ان شاء الله هكا كل مره نلقى لهم حاجه ونشريهم. جوست فوني النبه فيكم، كمان بيت صغار باش نمشيو للصاله، والتغيير الكبير الكبير باش يكون في الصاله. الحقيقه البنات راني انا فديت من لون المطارد، وليت الريفي بارتو، نحب نبدل ونحب هكا في الشتاء يزي من الخريف المطارد نبدل لون اخر، توا يزي الشتاء تنحت الاوراق الخريفيه وتنحت الاوراق المتساقطه، نحاولوا باش نبدلو. اول حاجه باش نبدل التابي هذيك اللي كليت على راسها، وشوف صي قالت لك يزيني يا بنتي نحيني نحيني. اوكي قلت لها به فيها بس راني نحيك حتى انا راني فديت منك مش كنت الحاسيل. ومرات والله بالحق فما حاجه تبدا انت تخزر لها تقول لك راني فديت منك، وانت تقول لها لا حتى انا راني فديت الحاسيل. دونك هكا الحاسيل نصور الامهات الكل كيف هي تعمل. دونك شريت التابي هذي عجبتني خاطر سامبل 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 على الاخر، فيها هكا الكروزي هذايا ولا كيما تسميه الحاسيل هكا بالنوار، هي لونها في البلونسال مش غري، في البلونسال خاطر ما نحبش نحط الغري انا باش الديفون غري معناها باش تولي لي برشا كلها غري. دونك في البلونسال والميتراج والله نسيت جكروا الطول 2 متر، ومي العرض 1.50 متر هكاكا نسيتها بالضبط. دونك باش نحلها بالكدا وباش نحطها تحت الديفون هكايا، وبعد باش نكمل قلت لكم باش نحي كل لون المطارد الكل وباش ندخل لون جديد في الشتاء. دونك هذه هي كانت الزربيه نتاعنا، محلاها محلاها اللي بالشعره، ومش هيك الشعره الخشينه هذيك اللي حتى الاسبيراتور ما تجبدهاش، ياسر ياسر مزيانه ياسر تهبل. وبيان سور البنات ما نعاود نقول اي وحده تعجبها حاجه تخلي لي وين في الكومنتير نجاوبكم، خاطر ما عادش نقول هكاك مره جاني تعليق خايب، وبالحق ما عادش نحب نفسيتي نأزمها فيها اليوتيوب. دونك تعديو للبليد بالكولور كيما تشوفوا باش نعملو كيما عندي في الحيط الغوز والفير. دونك شريت البليد هذايا مزيين على الاخر والارطب ارطب وحنين هكا، وباش ندخل الروز والبلون وتنشوفوا شنو الكولور باش نكسروا بيه. الحقيقه انا راني من عشاق الروز، حتى كبرت في العمر ونحب هكا الحاجات الروز بصراحه نحبهم على الاخر، ونحب حتى تنعرفش الكولور الروز البنات تحسه هكا يحسك بالطيبه وبالطفوله، مش كيما الكولورات الاخرين. كيما تشوفوا البلاد هذه كبير برشا 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 على الاخر وطويل البنات، تنجموا تحطوه على ديفون تغلفوا به ديفون. تعرفوا انا لي ديفون هذوكم راني مغلفتهم مش حتى على صغار كهو، راهو خاطر نوعيه القماش هذاك نتاع ليكيا كي يتحك برشا يطلعك الوبره ويولي خايب الحقيقه منظره خايب. دونك دو بريفيرونس تغطيوهم هكايا. وهكا كنت نلوج معناها فينا احسن بوزيسيون نحطو، نجم هكا وانتي مزروبه تحطو كيما هكا، كيما تنجم هكا باش تعطي ان فالور للديفون نتاعك ولا البنك ولا الحاسيل الفوتو نتاعك نقولوها بالدارجه خير، انك تحطها على جنب. الحاسيل هذوما دي موديل فما موجود في برشا دي ماجازين هكا، تلوج وتشوف كيفاش تنجم تحط الحاجات البساط اللي يعطيو شارم ويعطيو شالور للبيت نتاعك.
دونك هكايا كنت نلوج على البوزيسيون الصحيحة ولا البوزيسيون اللي باش هكا نعمل بها البلاد هذي. واحسن حاجة هي تجي هكا اعتباطين يترمي ويتحط كي من هكا. دونك حتى لي فيديو اللي تفرجت فيهم هو قال كي تعمل هكاكا هذي هو. دونك عمل كسر اللون الغري الغامق متاع ديفون وعمل الرفلي متاع ورق الحائط. ورق الحائط هذيك اخت سألتني مر عليه راهو من لروا مرلا. دونك بعد هذيك جيبي كل مخادد اللي عندك الكل شادية وحطيهم وكدسيهم وبدي شوفي شنو باش تعملي. دونك فما مخادد قدم فما مخادد جدد. هذه هي دونك البنات اللي حبيت نحي الكولور المطارد. حبيت نحي لي كولور اللي سي ديجا توا ما شاء الله الخريف كامل واحنا نستعملوهم وهكي. وعندي معناها هما ديجا من عامني ولا متاع الخريف. وكما قلت لكم راهو اليوتيوب يتطلب الحقيقه هذا التجديد هذا سينو بالحق ما يتفرجوش فيك حتى الناس اللي يحبوك ديما يحبوك تجدد وكها وانت تجدد روحك راه ما بيناتنا. دونك هذه هي كانت اللمحة الفينال لل لل للصالة. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تروق لكم. كما تشوفوا استعملت الروز كسرته بالفير هذاك خاطر حتى الفير عنده شغم ياسر ويجي مع الروز مزيان. حطيت هذوما الكلهم كما قلت لكم انا وقبل قلت لكم راني نعود ناخذ كوان هو اللي ناخذ له الحاجات بالكدا نركز فيه مش نبدا نشري منه ومنه وبعد يفولوا الفلوس ونقعد ما نكملش. دونك ركزت في اللي ديفون شريت له لي كوسان. لي كوسان كما وريتكم فما الجدد وفما القدم. دونك شريت انا واحده جري واحده روز والباقي كل القدم اللي عندي. وهو كهذه هي اللمسه الاخيره للصاله. دونك هكايا شتويه حطيت الكولور الروز الزربيه الدافيه الليد هذيك اللي كيما شيميني شريته زادة اللي مهتمه تقولي توا نقول لها بقداش ومنين. دونك هذايا شريته زادة الورق هذاك يبدا ليكي قديم تحطو هكا في صحن وتحط عليه اي بارفان تقعد ديما ريحته مزيانه. دونك هذه هي المخده اللي شريتها جديده المبره هكا اللي وهذه يا زادة شريتها ماهيش دار راهي هذيك زادة كيما الفيلور. وهذاك هو البلايد. دونك اربع ولا خمسه حاجات شريتهم بدلت بهم الصاله الكل. عملت هكا جو شتوي هكا لي كنتي وليداتك سختو توا قلت لكم راهي باش تجي الفاكونس وهكا وباش نتوما زاد اللي تبعوا فيا تلقاو كل مره حاجه جديده كل مره تلقاو روتين فيه الوان جديده. نعرف راهو نحط روحي في بلاصتكم تحبوا التجديد تحبوا كل مره تلقاو لون تلقاو تصويره جديده تلقاو حاجه تضيف لكم مش باش تقعدوا تفرجوا في شاديه في نفس الحاجه. الحاصل ان شاء الله كنتوا استمتعتوا بالالوان هذه. ان شاء الله عجبكم الديكور بشويه. دونك انا كنت مخطط له الفيديو هذايا بشويه بشويه كل مره نشري حاجه وعملت لكم الفيديو هذايا باش انا كي نعمل الروتينات زاده نبدا هكا عامله جو شيخه على الالوان الجديده وانتم زاده تحليوا عينيكم وتبدلوا لي كولور مع لي روتين ومع يومياتي. تو مقعدي كنقول لكم بسلامه الى اللقاء.